جزاكم خير. دابا انا معك. مرحبا بالمتابعين الكرام مباشره مره اخرى من المحطه الطرقيه. كما كتشوفوا غياب تام للحافلات النقل، يعني ما كاينش المركوب، ما كاينش. كما كتشوفوا ان المحطه فارغه، ما كاينش الكيران والناس. كما كتشوفوا ما لقيش المركوب، وكما كتشوفوا ان تواجد رجال الامن الوطني مشكورين اللي تنظيم المحطه وكذلك تنظيم الناس ووقوف على هاد الشيء هذا. كما كتشوفوا ان المحطه ما فيهاش حتى الشيكار، كما كتشوفوها هي المحطه ما فيها حتى الشيكار. مؤسف جدا. اللي كنتمنوا ان الظاهر من بعض القرارات، كما كتشوفوا ان المحطه عامره ولكن الكيران ما كاينينش. كما كتشوفوا تواجد عناصر الامن الوطني بالمحطه من اجل السير العادي لتنظيم المحطه في غياب تام للحافلات. ما كاينش طونسبور، الناس كتشكى، الناس ما لاقياش الكيران. هذا مشكل. السلام عليكم سعادة رئيس الحكومة. ما كاين لا كيران لا والو، خاص يكون الكيران برا ساعة ونص ولا ساعة. حنا كنتسنى باش نمشيو، راه الحشومة هادشي اللي كديروا، راه حنا بغينا نمشيو ان شاء الله. العباد الله كيتسناو بزاف. شنو كنتسنى هنايا؟ ربع سوايع كنتسناو، ماشي 10 ديال الصباح حنا كنتسناو، مشينا كاع. ترونسبور مضوبل وكل شيء، وعباد الله مقهورة وكل شيء، راه هذا لا. كاين لا مركوب لا والو، الناس ساكتين، والناس دراو ساكتين، مجمعين مع والديهم وبغينا يرجعوا يخدموا الخدمة ديالهم. كاين اللي خدام، كاين اللي ما خدامش، وكل واحد كيدير مسكين. شوفوا من حالنا، راه حندير الوالدين، شوفوا من حالنا. من 10 حتى هنايا. من 10 ديال الصباح اسيدي. كما كتشوفوا دائما المتابع الكرام، كما كتشوفوا يعني المركوب ما كاينش، الناس ما لاقيش مركوب. كما كتشوفوا ان رجال الامن الوطني تيقوموا بالواجب ديالهم من اجل تنظيم المحطه وتنظيم السير ديال المحطه. كما كتشوفوا ان المحطه عامره ولكن المركوب ما كاينش، غياب تام كما كتشوف الحافلات والو، ما كاينش الكيران والو، ما كاين حتى شي كرايه. المحطه فارغه من وسائل النقل. هذا اللي تيخلق نوعا ما بعض المشاكل الساكنه والمسافرين، لانهم ما لقاوش مركوب. كل مسكين في الغادي اللي غادي للخدمات ديالهم، اللي غادي باغيين يسافروا، الناس مخليه الخدمه، مخليه العمل ديالها. وكما كتشوفوا الان يعني راه ما كاينش الكيران، يعني وسائل النقل ما موجوداش. نسولوا الناس. السلام عليكم خويا، بغينا نخرجوا حنا نروحوا للوالدين، الناس وضحوا لهم الغياب ديال الحافلات. الكيران دابا راه مشاو الصباح، راه كاين اللي عمروا، كانوا هنا بيتين واحد 10 الكيران، خمسه كيديو 50%، كار فيه 50 بلاصه كيدي 25 بلاصه، 25 بلاصه بحال انسان كيخلص 100 درهم، بلاصه اللي حداه كيخلصها تاهي بحال 1000 ريال البلاصه اللي كيتخلص. ولكن الكيران ما كاينينش دابا. كاينين، كانوا 10 راه مشاو لكازا وجاو، راه دابا عرفتي الطريق عامره، شحال لكازا انا مشاو وجاو، راه درت 3 سوايع وغادي رجع ثاني بثلاث سوايع، هي 6 سوايع، راه الطريق تاهي عامره. ودابا اي بلاصه درتي كتلقى فيها الزاويه فيها بنادم زعما يعني ماشي المشي يدير بالك كان باغي شي خدمه، ماشي لا، راه الكيران مشاو لكازا، راه ثلاث سوايع من هنا لكازا اللي غيدير ديال الطريق، راه كاين اكتضاد بشر اكثر من الكيران. وزادوا هما كملوا عليهم وداروا 50%. دابا تو 50% ما راضينش عليها. طيب راه كان بزاف، قلت لك ها كار كان كيدي فياج ولا جوج كيران كيديو فياج، شحال بقى من هنا؟ يعني جوج كيران كانوا كيديو 100 بلاصه، ولاو كيديو 50 بلاصه، كتبقى 50 بلاصه، يعني 50 بلاصه لا تزاد غير 50 بلاصه، كل نص ساعه تزاد 50 بلاصه، شحال ولات في المحطه ديال الايس؟ فهمتي؟ ودابا الزحام، الانسان راه كيمشي لكازا ويجي، شحال خاصو؟ نورمالمون يكون عندك طوموبيلتك انت، شحال خاصك دير؟ يعني الكار عاود يدي جوج فياجات خاصو يدي اربعه. اي ها نعم، والبارح قلت لك حنا مشينا دينا جوج فياجات، مشينا عامرين ب 27 بلاصه، وجينا ودينا فياج اخر ب 27 بلاصه، جينا نحسبوا شاطينا 26000 ريال، قلت لك مازوط لوطوروت صير، خلص شيفور، خلص كريسون. راه ملي كيقول لك 100 درهم، 100 درهم مخلص جوج بلايص ديالك انت، مخلص بلاصه ديالك وبلاصه خاوي حداك. وشكرا على هذا. السلام عليكم. اخويا
انتوما من صحاب الكيران في المحطه؟ خويا راه الكيران راه 27 بلاصه، اللي عنده 54 كيعطي كيدي 27، واللي عنده 50 بلاصه كيدي 25. راه هاد الزهام راه دايرها 25% هي اللي دايره هاد الزهام. ما كانت 50 بلاصه 50 بلاصه كاع ما يكون هاد الزهام، كره الدنيا خاويه. راه عندهم اليوم اخر نهار ديال الزعام هو ديال اليوم، والايامات الاخرى ايامات الاخرى راه ما كاين والو. هادشي ديال 25% هي اللي دارت الزعام. مورا السلام عليكم السلام عليكم خويا. عذبونا هاد الناس، عذبونا خويا هاد الناس، ولات الشفره في البلاد بزاف اخو. والله تقهرنا اخو. بلاتي باش نهضروا في الواقع، حتى هما كيقول لك غير 50%، يعني 50% اللي فارضها الحكومه هي اللي خلات ان يزيدوا بلاصه، بحال غتخلص جوج بلايص. وعلاش خويا حنا نخلصوا جوج بلايص؟ حنا ما عندناش، حنا جينا بثمن وانتم غاديين اخويا بثمن. واش يديروا لينا من اللي؟ يديروا في الارض. ماش فهمت؟ ماش يديروا لينا هادشي من هنايا فهمت؟ واش حنايا تجابونا لهنا عاد يبداو يسخسخوا فينا اخويا التسخسيخات؟ بزاف هادشي راه مش شناه في دوله من غير هاد البلاد هادي اخويا، وحق الله العظيم. وبعد ما انا بعدا ما بقيتش باغي نعيش في هاد البلاد هادي الصراحه اخويا، كنفضل نمشي للحبس وما نبقاش مريح في هاد البلاد. والله ما نكذب عليك خو، اصاحبي جينا من بنقرير سيدي بالنور 9000 ريال اخو، 150 درهم البلاصه بزاف اصاحبي، دري صغير باقي ترابين نخلصوا عليه هنا، عذبونا هاد الناس اخو، والله ما نكذب عليك بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مازال؟ انا باقي ما قطعتش، عندي قول عندي جوج البلايص والمدام، دريه صغيره والمدام حامله، وكيقول لك 12000 فرانك، خدام في كيران في الدار البيضاء في المحطه. كندير الدار البيضاء قنيطره الدار البيضاء الرباط، اي واحد في المحطه تنزل الدار البيضاء ديال كازا تقول لهم زريقه تيعرفوني. وتجي حتى لهنايا وبداو يقطعوا عليك، انا جاي من كازا معايا الدريه عندها 8 سنين ما مقطعش ليها البلاصه ديالها. جيت لهنا تقطع لها بلاصه، راه لا يعقل. كتلاقى مع الناس كيعرفوك وما. والكيران حنا اللي قلت لك انا من 8 ولا من 9 وانا هنا اش غتقول؟ راه هو السيد كاين من 9 من 6 الصباح هو وبنته. من 6 الصباح هو كيدور كيدور حتى لدابا عاد قطع ب 100 درهم. انا باغي نقطع جوج بلايص نقطع ثلاثه البلايص 30000 فرانك. وتوصل لكازا ما عندكش درهم ما تاكل ولا ما تشرب، راه لا اله الا الله هاد المحطه هادي لا اله الا الله. السلام عليكم. خويا شنو تقول ان من الصباح والكيران ما كاينينش؟ واخويا بلاتي نفسر لك واحد النقطه ديال القرار ديال الاغلاق، هادشي ديال 50% كان عليهم يطبقوها في الالي. علاش جاو حتى للروتور وبنادم عارفين وغيرجع بز منه وطبقوها؟ وانت اخويا كتشوف شحال ديال بنادم والناس من 6 ديال الصباح راه حشومه وعيب وعار، والمواطن هو اللي كيتكرفص واللي كياكل الدق. واللي كيران راه خدامين، الحكومه راه دايره القرار ديالها والمواطن هو اللي كيتعذب. خذ نشوف فرفضه ديال العطله، يعني الناس ترجع لخدمتها. بنادم غيرجع بز منه فهمتي؟ بنادم علاش؟ عندو واحد الوقت ديال الخدمه خاصو يمشي فيه، بحال اليوم الحد وغدا الاثنين، بنادم غدا غيبدا خدام ضروري يمشي اليوم فهمتي؟ وها هما اليوم الاخر هما كيعذبوك بنادم، غنشوف شحال ديال السحاب وانت كتشوف. والكيران ما كاينينش، المحطه خاويه، دور الكاميرا المحطه خاويه ما كاين حتى واحد، وشوف شحال ديال بنادم كيتسنى. باش نخلص عليها كاع، مني خلصت على في كيران تجي تلهنا وين نخلص على جوج. كما كتشوف ان المحطه كاين انتظار انتظار، لكن كما كتشوف ان رجال الامن الوطني اللي تيقوموا بجوله في المحطه وكذلك بالاحتياطات بصراحه الناس متضرره من القرار ديال المركوب. كما كتشوف ان الناس في المحطه ما لقيش الكيران ما لاقينهمش، يعني ما كاينش وسائل النقل قليله. كنتمنوا ان هادشي يتحل في اقرب وقت ويكون الكيران ويجوا المحطه، لان كما كتشوفوا الناس ما لاقياش فين تركب. المحطه مملوءه عن اخرها، يعني راه الله يحسن العون الناس. راه كما كتشوفوا راه كاين، شوف كما كتشوفوا الناس المحطة كاينين، ولكن الكيران ما كاينش كما كتشوفوا. المحطة خاوية، المحطة فارغة، ما كاينش الكيران والو، يعني هذه محطة طرقية ديال سيدي بنور، ما كاينش الكيران والو كما كتشوف، والو الكيران ما كاينش. الناس
الناس جات باش تسافر، ولكن الله يحسن العون ان وسائل النقل لا تتوفر هنا بالمحطه الطرقيه بمدينه سيدي بنور، وهذا تخلق نوعا ما شويه الازعاج للمواطنين، وكذلك حصره للمواطنين انهم ما لاقينش المركوب، وكل شيء صابح خدام غدا. المشكله ان كل شيء صابح خدام غدا كما كتشوفوا، يعني ما كاينش وسائل النقل، والو 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 والو، وسائل النقل غير متوفره نهائيا بالمحطه الطرقيه سيدي بنور. كما كتشوفوا ما كاينش وسائل النقل، غياب تام لوسائل النقل بالمحطه الطرقيه، وهذا اللي خلق استياء كبير للمواطنين والساكنه ديال سيدي بنور بعدم توفر. السلام عليكم. بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. واش ممكن تشرحوا لنا الضرر اللي وقع الناس وان الكرام كاين؟ هذا القرار تديرو الحكومة هي اللي تدير هذه الفوضى، هذه صراحة الله الحكومة هي اللي تدير هذه الفوضى. الناس كانوا يعلمون قبل العيد باش ما يكونش هذا الزحام هذا. وشكرا. كما كتشوف دائما المتابعين الكرام عبر قناة شوف تي في قناة الشعب، كما كنقول لكم من قلب المحطة الطرقية، كما كتشوفوا أن حضور رجال الأمن الوطني اللي يعني اللي باش ما تكونش الفوضى حفاظا على السلام في الوطن وعلى النظام ديال المحطة، باش ما يكونش حد اكتظاظ، باش ما يكونش ازدحام. هنايا وكنتمناو أن من الله سبحانه وتعالى الله يفرج على هاد الناس هادو، وأن هاد أنهم يلقاو وسائل النقل، توفر وسائل النقل باش الناس تسافر، والناس باش تقضي الاغراض ديالها، باش تقضي الاغراض ديالها. كما كتشوفوا انا ما وسائل النقل غير كافيه وما كايناش بالمره. كما كتشوفوا هذه هي المحطه الطرقيه بسيدي بنور، هذه المحطه الطرقيه بسيدي بنور فارغه، يعني كما كتشوفوا فارغه، ما كايناش ولو وسيلة نقل واحدة لنقل الركاب. ولو وسيلة نقل واحدة للركاب كما كتشوفوا، هذه هي المحطة، ما كاينش ترونسبور، ما كاينوش. وهذا هو اللي خلق استياء للمواطنين، ان ما لاقينش الناس فاش يركبوا، ما لاقينش وسائل النقل، لا الحافلات ولا الطاكسيات، الازدحام، الغلاء في التذاكر، يعني حشومة هادشي اللي واقع. السلام عليكم يا شريف، قطعتي ولا مازال؟ باقي ما قطعتيش. باقي ما قطعتش، بغينا نمشيو الرباط اخويا، لقينا المركوب غالي اخويا. والو وما لقيناش الكيران. كنشوفوا الكيران ما كاينينش. ما كاينش الكيران والمركوب غالي ومع العطلة ومع الناس خدام. نعم. شحال قالوا لك الرباط؟ الرباط راه دابا كاين في الداكسيات 200 درهم. غير الكازاق 200 درهم. عاد من كازا للرباط الثاني عاوتاني شي 100 درهم ولا هي هذيك. ما لقيتش المركوب من هنا ديريكت؟ ما لقيتش ديريكت. الكيران اللي كاين نمشيو ما عمرك شي عمروا الصباح ومشاو. صافي هذا الشيء اللي كاين اخويا. خاصكم تصرفوا بالخدمه ديالكم. خدامين وعندنا الدراري تماك وهي هذيك، ما لقيناش المركوب والكيران كي يقطعوا الدراري اللي كيدابزوا معاهم وداك الشيء وكيديروا وكيمشيو يجريو، وحنا كنحشموا كنرجعوا للورو وكنبقاو في بلايصنا. الله يسلمك. امين اخويا، الله يرحم والديك. شكرا اخويا. الله يحفظك. الاكتظاظ في الحافلات هذا اللي واقع، كما كتشوفوا الناس يعني خاصك ضروري تقلب على بلاصتك باش 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 تركب، خاصك انك تقلب على بلاصتك. هذا الله. كما كتشوف دائما المتابعين الكرام عبر قناه شوف تي في، هذا ما يقع داخل المحطه الطرقيه سيدي بنور، يعني كما كتشوف ان كاين اكتظاظ، كاين حركه غير عاديه، الناس ما لاقياش المركوب. الكار كيجي كار، كل شيء خاصو يركب، كل شيء خاصو يجري. يعني في هذه اللحظه دخلوا جوج كيران، ولكن غير كافي هادشي، يعني 25% لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من هنا من قناه كما كتشوفوا، يعني انت يعني ملي غيجي الكار الا
وهناك تسابق على البلايص كما كتشوفوا ان في واحد المواطن كيتسابق على البلايص يلاه باش يلقى بلاصتو باش يركب. هذا هو اللي وقع في المحطه الطرقيه سيدي بنور. الناس ما لقيش المركوب و 50% يعني راه ازمات وضعيه بكل صراحه ازمات وضعيه. لهذا كنطالبوا ان توفر وسائل النقل. يعني كنشوف دوريات ديال رجال الامن الوطني بالمحطه الطرقيه من متابعي قناة شوف تي في كان يقول لكم من قلب المحطة الطرقية بسيدي بن نور في هاد شوفوا الناس يعني كاين اكتظاظ في المحطة وكذلك كما كتشوفوا هنا رجال الأمن الوطني تقوم بمجهودات جبارة أجل حفظ المواطنين على أطرافهم. من هنا من قناة شوف تي في. السلام عليكم سي المهدي بخير. مرحبا خويا كلشي بخير. ديال المحطه نعم. شنو المهدي على قله خويا عند الناس دابا مع الترونسبور دابا بنادم موجود دابا مع السبت والحد الثاني دابا بنادم غادي يراجع بحاله. هنا دابا بنادم اللي كتجي كتقول لي كاينه غير 50% الاخر كار كيدي غير 25 بلاصه. بنادم الدار دابا كلشي باغي يرجع بحالو كلشي خدام الاثنين. يعني مول الكار ما يقدرش يدخل في الثمن العادي. ما عندوش باش غيدخل غير مول الكار دابا باش غيدخل الثمن غير دابا غادي. الثمن دابا كيدير بحال غادي ب 25 بلاصه. 25 بلاصه كيديها ملي غادي للدار بيضا غير 25 بلاصه راه ما عندو حتى شي ربح. هذاك الشيء علاش دابا مدير هذا الشيء. واش غادير الله يكون في العون وصافي بنادم. الكيران تما شويه قلال اليوم. الكيران قلال لا الكيران دابا كل شيء كيدور دابا هما الكيران كاع جايين راجعين بالخاوي دابا. كل شيء كيران مشاو الصباح ودابا جايين راجعين صافي هما اللي كاينين هنايا ولا الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. اللهم امين اخويا الله يحفظك. دائما متابعي قناه شوف تيفي كنا نقلنا معكم بالصوت والصوره ما يقع بالمحطه الطرقيه. في سيدي بن نور كتشوفوا من هنا من قناة شفتي لم يبقى لي إلا أن نستودعكم الله وإلى لقاء في بيت مباشر آخر إن شاء الله.